هذه الفترة هدى الأطربي كتعيش فقرة تألق كبيرة، لمسناها من خلال الصور اللي كتنشرهم على حسابها بالإنستغرام، كتظهر فيهم بلوكات وستايلات مختلفة. والبارح نشرت صورتها بتوتال لوك إن جرين على صفحتها بالإنستغرام، وصورتها بهاللوك لفتت الأنظار وصار عليها تفاعل كبير من المتابعين، لكيف ما شفنا تغزلوا بجمالها وأناقتها بحسب ما شفنا بالبوستات اللي شاركتهم هدى عبر الستوري. ودانا عملت مع لقاء حكت فيه عن مشاريعها الجديدة وعن سبب وجودها في دبي اللي كمان له علاقة بالفاشن والبيوتي. عندي هون تصوير لكوفر هاي. It's a beautiful photo shoot. قديش بتحبي هاي لما يكون عندك هيك project فيه فاشن وازياء وميك اب؟ I love fashion. I love fashion and beauty. هو انت ممثله او مش او بنت عاديه؟ الفاشن اند بيوتي ده جزء من حياه البنات، وسبيشلي زي كمان زي ما بقول لك موضوع السكين كير بالنسبه لي حاجه مهمه. انا لو مروحه نايمه مش قادره اعمل اي حاجه لازم اعمل سكين كير بتاعي قبل ما انام، لانه في الاخر انا مش عايزه ابص كده الاقي نفسي في رينكل طلعت بدري على وانا مش ممكن تبلشي تعملي مثلا فيلرز او بوتوكس؟ طبعا ايوه طبعا اكيد بعمل فيلرز اللي هو الحاجات البروفايل والحاجات اللي هي بتعزز glowing. طبعا of course I'm doing this بس انا I don't like انه يعني بتعرفي ان الكاميرا مش كتير بتحب في ادوار في ادوار ما ينفعش فيها ان انا ابقى عامله فيلرز. يعني لو عامله دور بنت بسيطه او بنت صغيره لسه ما ينفعش ان انا اطلع بفيلرز. فانا مش حابه قوي موضوع الفوليوم، بس I love انه when it comes to حاجه بتساعد على الجلوينج بتاع السكن وانه تساعد ان الواحد وشه يبقى افضل. ومش بس البيوتي والفاشن الامور اللي بتهتم فيهم هدى، فهي دائما بالجيم وبتمارس التمارين الرياضيه. عم بشوف الفيديوز من زمان انت بتلعبي رياضه. yes. من وانا صغيره اكشلي مامتي كانت حريصه جدا توديني تمرين، كنت بلعب كاراتيه فكانت حريصه جدا هي توديني دايما. وبعدين زي ما بيقولوا في ماسل ميموري دايما، انه وانت صغيره لو بتتمرني او بتعملي ورك اوت اما بتكبري بتلاقي في ماسل ميموري. طبعا وقد ايه بتلعبي بالاسبوع يعني؟ يعني انا يوجولي بلعب 4-5 ايام في الاسبوع، بس بسبب شغلي الفتره دي يعني لو رحت يومين يبقى كويس. فحاليا تستعد هدى الأطربي لتصوير 3 افلام ومسلسل شارع 9 المكون من موسمين مع رانيا يوسف. شفنا الكواليس كثير شكلها انتنس، وانت ورانيا في كثير هيك كيمستري حلوه بينكم. حبيبتي رانيا يوسف، استاذه رانيا يوسف طبعا حبيبتي جميله، وقد ايه بتخلي المشاهد سهله على الواحد. يعني هي من كتر ما هي انسان عارفه لطيف وكده جنون وجميله بتخليكي عارفه بنخلص المشاهد في اقل من وقتها. دورنا مينلي مع بعض طول المسلسل، يعني انا مينلي دوري طول المسلسل معاها. مسلسل هو جريمه تشويق، فبيحكي عن بنت بتتعرض لمواقف كتير قوي في حياتها هي ما كانتش عامله لها حسابات، زي الادمان، زي الانسحاب من الادمان، زي ان هي بتقابل ناس غريبه في حياتها، يعني لقتل الحاجات كده كتير يعني، فهتتبسطوا. واحد الافلام اللي راح تبدا تصويرها very soon هو الجزء الثاني من فيلم ماما حامل اللي لعبت فيه دور ياسمين ابنه اختها للفنانه ليلى علوي في الفيلم. بتوحشيني الولد عادي سو كيوت. هو الواحد يأذي باباكو ده في كارفور؟ عندنا ماما حامل قديش هيك انبسطتي بس رحتي في جزء ثاني والناس حبت كثير الجزء الاول؟ انبسطت جدا، خصوصا انه ماما حامل جالي كثير من الخليج فيدباك عنه كويس. الناس كانوا حابين قوي الفورمات بتاعت الفيلم، وانه كانوا بيشكروا فيه ويقولوا قد ايه احنا ضحكنا والقصه حلوه، فانا مبسوطه جدا. في جزء تاني احلى من الاول كمان. شو رح تعملي؟ بس هتلاقي كوميدي الجرعه بتاعت الكوميدي هتزيد اكتر، بس في اطار اجتماعي، لان هو فيلم مينلي بيتكلم عن الجواز، الخلفه، المسؤوليات بتاعت الجواز، في اطار كوميدي كده شكله لذيذ. فالدوز الكوميدي هتعلى اكتر، لان هي هتتجوز بقى، هي كانت سنجل في بارت 1 فهتتجوز بقى في بارت 2، يعني بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. بما انه عم نحكي عن ادوار فيها زواج وعيله، فحبينا نعرف من هدى اذا في حدا بحياتها. في قصه هيك عم بتعيشيها 2022 حنشوف شيء؟ يعني hopefully يعني ان شاء الله. ولا انه لا you're just waiting focusing على الكارير تاعتك؟ بس هو ليه دايما بيقولوا ان الجواز او الفاميلي بتعطل؟ بالعكس انا بحس ان الانسان لما بيحصل له نوع من انواع اللي هو بيقولوا ايه عليه، انه
الهدوء والاستقرار ده بيخليه هو يعرف يشتغل اكتر او يعرف يدي اكتر في شغله. فليه هم شايفين دايما ان الست المشهوره او الناجحه او الممثله او وات ايفر هي سيلبرتي باي شكل، ليه بيقولوا انه لازم تبقى سنجل؟ نو خالص، بالعكس. في بالعالم العربي الرجال الشرقي ممكن يطلب من سيلبرتي مرته يغار عليها، يقولها صعب تلاقي راجل شرقي يتقبل الشغل، ما بحب انه تطولي بالشغل، في عقل هيك شرقي بيكون في هيك. فممكن مش عايزه العقل ده، لا ما بدي، مش عايزاه. انا عايزه واحد واثق في نفسه، واحد ناجح عارف عارف ان نجاح الست اللي معاه من نجاحه. صدقيني الراجل لما بيكون ناجح وواثق من نفسه وقوي عمره ما بيغير من نجاح الست. وفعلا الست في المجتمع الشرقي السليبرتي مظلومة، لأنه دايما مش هتلاقي الرجل اللي يتقبل نجاحها ويتقبل شهرتها. No. He has to be ناجح وقوي وذكي وفاهم، فاهم يعني إيه نجاح الست. صراحة نقطة كتير مهمة عم تحكي فيها يعني هدى، أنه عن جد بارتباط النجمات لازم تلاقي حدا يفرح بنجاحها ويدعمها. بدنا نقلها طبعا ان شاء الله بنسمع اخبار حلوه عنك يا هدى ب 2022 ان شاء الله.